السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة: من رأى أو سمع أو قرأ صورة القصص في المنام وتعبيرها. أحباب بالله، من رأى أو سمع أو قرأ صورة القصص في المنام سيكون من الوعاظ، ويكون من أصحاب الفصاحة وحكيم، وسيكون صاحب حجة قوية، ويعطيه الله سلطانا على الفجار والجبابرة، ويكون مساعدا للمستضعفين ومحاميا عن حقه من الظالمين، وسيجعله الله إماما وبه الناس تقتدي، ويكون بارا بوالديه، وسيبتعد عن والديه بهجرة، يعني خارج البلاد أو لعمل بعيد عنهم، ويكون محبوبا، ويتزوج، ويكون له أولادا وقرة أعين له صالحين، ويكون أمينا وشجاعا لا يخاف الحق لومة لائم، ويكون متمسكا بكتاب الله، وله الأجر ضعفين، ومبشر بغرفات اللي هي أعلى درجات الفردوس في الجنة، وسيكون معرضا على الجاهلين وإنسانا حليم، وسيهتدي على يديه كثير من الضالين، وسيوسع الله عليه بالرزق، ولكنه سيقضي أكثر عمره خارج وطنه، وسيعود غانما سالما. وأكبر أعداؤه، يعني أكبر أعداؤه، الظالمين والجبابر المتكبرين. أما إن كان من الظالمين أو المنافقين فليحذر، فإن لم يتب يعود إلى طاعة الله فسيكون من الصاغرين، ويبتليه الله في كثير من الابتلاءات، ولا يكون أبدا من المفلحين، وسيصيبه كثيرا من المصائب، وخاصة بالمال والأهل. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.